لي غلامور سولتوني على الروج على نخلي دايره اليوم فما يبيلي تو كور تو سامبل زوين لا كول لا لا لو نيميرو 15 فوالا ما يبيلي الحبيبه شوف شوفوا كي كيكون زوين افيك الماكياج هذا كيبان زوين ان روز انا باقيه باقيه هذا مبربره عند شوفي راه مالكي جات باقي شنو اللي لا يو جميل لسان الامل عرفتي لي غلامور اون بلان شوتينغ بانت ليا هاد اللعيبه هادي هكا بيردا و باسبارتو وغادي تعجب ليا الكليان كاع لي سايز شوفوا يعني كاع لي سايز انا بيرسونيلمون هادي افيك دي باسكيت ولا دي صندال بحال ما هكا الفريع ديال الفراعي شوفوا شوفوا عرفتي التيسيو كيفاش داير بارد كتحمق عندي فيها كلكو بياس ما عنديش فيها لي بياس بزاف ففوالا هانتوما طيروا لهاد البوتيك باي غلامور اللي غادي نحط لكم النمره غادي نحط لكم النمره لانه فريمون شوفوا شوفوا كي دايره اون اتوندون كنحط لكم لا كوليكسيون الاخرى في لاباج بوتيك باي غلامور البنات يعني دخلوا البوتيك باي غلامور لان هنا كتعرفوا جو ميلونج با لي شوز ففيها تصديفات هكا اللي كتقدر تسديهم وف باغ كونطخ ماشي هاد لا كولوغ لي كاينه كاينه سوغ شاك كولوغ كاينه اون سول بيس لا دو بيس الوغ ردوا بالكم مديروش ليا دوك لي كريز ديالكم حيت ما غاديش نلقى كيفاش ندير باش نصورهم لكم كاملين بيزوات والله ما كاين ما حسن من الماكله ديال الدار البنات شوفوا لي هاد الطويجين فين غادي تلقاي بحال شوف ها لو بلي ودي فخيت ميزون وكفيتات الدار الوغ لي غلامور كيما شفتو في اللايف توت الوغ درتها في لاشارج ها هي تشارجات فدروكا غادي ننتقلو لاشنو كدير هاد سكارليت ارميلتون بون انا كومونديتها كيما قلت لكم في باري ولكن اكتشفت بلي كاينه عندهم حتى هنايا وتواصلت معاهم داروا لي 10% بالنسبه للمتابعين ديالي فغيستي كونيكتين غادي نوريكم شنو كدير اكزاكتومون هاد لا ماشين هادي لانه واعره بزاف اول حاجه خليني نهضر لكم على سكارليت اميلتون اشنو كدير وشنو لي زوريجين ديالها واشنو الاستفادات ديالها واشنو غادي تقدري تديري بها ومنين غادي تقدري تكومونديها والبلدان وطريقه التوصيل وكل شيء هذا غيستي كونيكتي لانه لي ستوري ديال سكارليت غادي يكونوا طوال غادي يكونوا شاجات فينا الوغ نيميرو 1 سكارليت اميلتون سي اون ماشين 100% فرونسيز يعني جايه من لا فرانس لو سيت ديالهم اللي انترناسيونال بوفي فيغ لا كوموند ديالكم برا المغرب وداخل المغرب هذه لا شوز اللي كان نفرح فيها بزاف فاش كنلقى شي برودوي اللي كيسهل طريقه التوصيل اولا اللي كيكون ديجا عنده اون باز في لوروب فيك يجي واحد الكوميونيتي كبيره الناس اللي خارج المغرب هذه من جهه من جهه اخرى يسوفي انكم تدخلوا لو سيت انترنيت ديالهم اللي غادي ندير لكم الطاق ديالو دابا ميزا باغ الانستغرام اللي تقدروا تشوفوا بزاف نتاع لي فيديو ديالهم بارطاجينهم بزاف نتاع لي زانفلونسور داخل وخارج المغرب كذلك طريقه التوصيل و سي فاسيل وزوينه و فريمون سهله 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 ويقدر اي واحد يدخل يكومونديها حاجه اخرى اللي هي نيميرو 2 هي اشنو الاستفاده انك تشري سكارليت اميلتون الاستفاده فهادي كتقدري يعني تاخديها معاك كتجي مع هاد كيجي مع هاد المساعده ديالها اللي كتحيدي به الزغب قبل ما تبداي اللازر ديالك وكديرها نورمال كتحيدي الزغبات ديالك انا غادي نجربها لكم في الجوفي ديالي وكتديريها نورمال كتقربيها مثلا كساسو ايسي باغ اكزومبل فهو اللي غادي ناخذوه كوم اكزومبل باش نوريكم ولا ايديا كيخصك سواء تو غاز ولا بهاد الموس اللي سوفي انك تديري هاد الموس ديالهم هما وتديري لا ماشين ديالك نورمال تستعمليها بواحد الطريقه زوينه تري كونيو هاد لا ماشين فرنسا انا كوم جو فوزي دي انا كومونديتها تما شفتها ما كنتش عارفه بلي داخله المغرب من بعد لقيت بلي ديجا لا سوسيتي مافي ديجا كونتاكتي وانه عندهم ديجا واحد الاقبال على بالنسبه لهنايا الناس في المغرب وكيبغيوها وكيستعملوها يعني اخر من يعلم هو انا لانه انا من الناس اللي كيغطي اونسويت هذه سبيسيال الناس اللي كيغطيو سوا لي سيونس ديالهم ديال لازر
ولا الناس اللي زون با لي مويان، باسكو كلنا كنعرفوا بلي سيونس لازير كيقاموا بزاف غاليين، سورتو الا كنتو باغيين ديروا لو كور ديالكم كاملين. فهاد لا ماشين سوفي انك تشريها تو لا ليس برونشي، باسكو خصها تبقى مبرونشيه، تو بي اي سي باش تشعليها، ديري الدوغري ديالك هنايا من 1 حتى ل 5 وتشوفي على حسب المنطقه ديالك تقدري تيتوليزيها اون فوا بار سيمين على حسب لا زون ديالك. يعني شاك زون غادي تقدري ديريها اون فوا ا دو فوا بار سيمين على حسب الزغب ديالك. حاجه اخرى انا راجي كومونسا لا تيستي انتما كي كتشوفوا هنايا. الحاجه اخرى اللي مهمه اكثر انها غادي تفيدكم حتى في كوتي فينانسيير، يعني في الفلوس رخيصه بارابور كنعاود نكرر لكم ليسونس اللي كنتو تتمشيو ليهم، وموبيل يعني تقدر تديبلاصاي بها دي فوا كيوصلنا ولا كتجينا وقت اللي كنسافروا كنغيبوا. فكما قلت لكم اون بو دير انه سي ان لازر موبيل، ف الطريقه ديال الاستعمال كتخليها مبرونشيه، تشابي ايسي من بعد كيتسمع واحد الصوت فوالا، تشابي فور فوالا كلشي اون ديريكت عندي، ميم الا كانوا لي سوربريز كيكونوا اون ديريكت فوالا، كتولي كتسمعي هذا الصوت كيما كتسمعوا فوالا. تو ابروش لا ماشين ديالك باغ اكزومبل هنا ها هو كاين عندي واحد الزغيبات كنديرها على حسب باسكو انا الزغبي الخليط كنديرها فوالا اي تشابي انا صراحه عندي الكادو كيش مني جوج عندي الكادو المهم نجي زغبا هكا داير كل ها فوالا. انا قدرت هاد ليسباس هذا، من بعد غادي ناخذ الموس ديالي داكوغ وغادي فوالا كيما كتشوفوا عرف شوفوا الزغب اللي كاين هنايا، انا خليته اكسبري باش نوريكم سكو صافي بلاتي راه قدي راه خاص فيها خاص فوالا الموس كيحيد لك هذاك الزغيبات. شوف ودابا من بعد ما حيد الزغيبات بالموس جو برون لا ماشين ديالي اي جابوي البلاصه اللي كنديرها اون فوا ما كنديرهاش دو فوا، كتحسي بواحد السخونيه بحال السخونيه ديال اللازر فوغ موان كتمشي معاها دوسمون باسكو سي ماشين لي سيريوز ماشي داكشي الشينوا ولا شي حاجه، لانه باش ما تحرقيش راسك فوالا. انا غادي نكمل هاد المهمه ديالي، من بعد اللي باغا نقول لكم هي الناس اللي كيحشموا ولا الناس اللي ما كيقدروش بوغ لي بارتي انتيم، ففوالا الحل جبت لكم حتى للدار، وهذه قسما بالله فزالي باغ ريغريتي انكم تشريوها بروفيتي انا في هذه. عرفتي البنات هادشي نهار كامل وانا في المحل ولكن ماشي بوقيه، شوفوا هاد الانتيم هذا، شوفوا ثاني الفرح، شوفوا لو اوكي فيس داير صورتو لكم، دخلوا لاباج تشوفوا لي كلامور. الوغ واحد ليدي نتا اشنو تقدروا تلبسوا مع هاد لو بونطالون وهاد لو او الا خديتوه من عند كلامور، فوالا لو ستيل اللي تقدروا تلبسوا. ابخي تقدروا ديروا اون فيست من الفوق، اتون عندي اون فيست كيفا شوف، قولوا لي بلي انا ماشي الفرح ها ما بس ديال الزل غادي نحطها عليا كوم سا اي فوالا، باش باسكو كاين في مراكش هاد الايام شويه البرد جاني البرد غادي نرميها عليا فوالا. لو لوك مي شوسور برادا ساك برادا كي جيتكم زوينه كنحمق.
L'amour, alors restez sage, arrêtez de faire les bêtises, envoyez aux gens les bêtises ou les dragues ou d'acheter du alcool. انا غنوريكم دروك اخويا انا راه تنحشم من قدها ليك ديك النهار هكا لابسني بهاد الساكه تاع المتواضعه تاع الدري طريفي انا طريف والله العظيم انا هذا خويا قسما بالله والله لا تنحشم وتنقول لها تنطلق ولا تنحشم والله الا كيقول لي كنحشم 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 بون الا بغيتو تجي للسطاح عندكم خويا عثمان لو ديريكتور ديال هنايا بيان سور كتعرفو الكل في الكل في الاداب وفي الصواب وفي لاكوي وفي داكشي كلشي زوين مرحبا بكم وميرسي بوكو اشاك فوا كان فرح انا فاش كنت هنا خويا.